اهلين بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. توحشتكم، غبرت عليكم واحد الغبره اللي طويله. المهم انا رجعت لكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشكم مبروك، تدخل عليكم الصحه والسلامه واي حاجه كتمنوها ان شاء الله الكبيرات ديالي ولا اللي خطاكم عليا. وشكرا لكم بزاف حيت كتسولوا عليا وكتدخلوا عندي الانستغرام. الحمد لله عندي متتبعات وفيات، من ما كيلقاونيش في اليوتيوب كيجيو عندي الانستغرام، ما كيلقاونيش في الانستغرام كيقلبوا لي في اليوتيوب. لهلا خطاكم عليا الكبيرات ديالي، راني كل نهار كنشارك معكم هكا في الانستغرام شنو كن فين كنمشي شنو تندوز في نهاري. بالنسبه للبنات الجداد غنخلي لكم انستغرام هنايا هنايا باش غنصايب كسكسو. ضروري نهار الجمعه الا ما كنتش عيانه ولا ما كانش عندي شي بروغرام، ضروري خصني نقاد وليداتي هكا كسكسو. هنايا عندي الحمص، اللحم، البصيله. كنت البنات الى ترجعي الفيديوهات ديالي ديال روتين يوم الجمعه غتلقاو بالتفاصيل كيفاش كندير الطريقه ديالي ديال الكسكسو. المهم دابا غنرد الكسكسو هنايا في الكوكوط، راكم عارفين مع الحمص واللحم خصو ضروري الكوكوط. هنايا ديال البرمه هي اللي غادي ندير فيها كسكسو، وضروري المساند ديالي الرسمي قهوه. ايوا صافي، هادشي اللي كاينه كبيدات. انا غادي نكمل نصيب وعاد نرجع معاكم. وبالنسبه للبنات كسكسو ديت له الزيت وديت له الماء. وهنايا البنات الخضراء غادي نديرها في البرمه حيتاش عندي اللحم والحمص كياخد هكا الوقت، كنفضل انني كل حاجه نديرها بوحدها حسن كتبقى داك الشيء هو هذاك. ودزت كان عندي واحد الجبال ديال الحويجات، قلت لنيها المسكينه حيت الجمعه كيكون عندها خاوي، قلت لها اجي ماما عاونيني. مسكينه كتهنيني حتى هي اللي كتنشر لي الحويجات في السطح، الله يحفظها يا ربي. وكنبغي البنات هكا مره انني نعلم هكا تكون هي قد المسؤوليه وتهي انها تقد حويجاتها، شحال من حاجه ديرها. يعني البنيتات راهم تبارك الله ملي كيبداو يكبروا خصنا نعلموهم هكا يعاونونا، وماشي غير البنات، البنات راه وليدات لا دراري لا بنات، خصنا ضروري اننا نعلموهم كيفاش ينظموا حويجاتهم راسهم. انا تبارك الله ما شاء الله البنات عندي وليداتي كيطويو حويجهم بوحدهم، كيديروا شحال من حاجه بوحدهم. تعلمتها لهم ملي كانوا صغيرين وانا كنعلمهم هاد القاعده هادي، والحمد لله مازال فيهم. والله يحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم، والله يجعلهم يكونوا ذريه صالحه، وداكشي كنتمناوه يوصلوا ليه. هنا البنات الكسكسو صافي واجد، شوفوا لي المريقه نتاع الخضيره تبارك الله ما شاء الله كتجي بنينه البنات. وهنايا الحمص حتى هو طايب، اللحيمه طايبه. صافي هنايا غادي نبدا نحط الوليدات باش يتغداو. شكون البنات اللي بدا توجد ديال رمضان؟ انا صراحه مازال ما بديت حتى شي حاجه. يلا غادي نقاد ان شاء الله هكا زميطه هي اللي غادي نقادها، بحال توجد البنات كل حاجه ونهارو كل حاجه ورزقها، من غير انني كنمشي هكا نتقدى التقديه ديال 15 يوم ولا التقديه ديال الشهر ديال رمضان كلها. بحال كل نهار كنوجد كل حاجه بنهارها. صراحه ما كنوجدش ديك لي سيغاج لي نيم ولا البريوات ولا داكشي. الا وجدت هكا كنقدر نوجد ديال سيمانه ولا ديال يومين هكا. ما كنوجد والو قبل من رمضان، كنوجد هكا سلو صافي هادشي اللي تنوجد. والتقديه كننظمها كل حاجه في بلايصتها. حتى تخليو ليا البنات في التعاليق شكون اللي وجدات هكا الشباكيه، البريوات، الزميطه. كاين اللي كيقولها سلو، كاين اللي كيقولها الزميطه. انا مازال يلا غادي نبدا فيها ان شاء الله يا ربي هاد السيمانه هادي، حيت ما بغيتش نوجدها بكري مع الدراري تبارك الله وليداتي كتعجبهم. كون قديتها كون سالاوها قبل من رمضان، ولكن مازال الوقت. هاد السيمانه ان شاء الله نقادها ونمشي نشارك معكم حتى التقديه ديال زميطه، ونتقاسم معكم حتى التقديه ديال الشهر نتاع رمضان المبارك. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه.
قبل ما تغدينا البنات جمعت الكوزينه وجمعت بيت الكلاص. المهم رديت كل حاجه لبليستها محمد جاد نعس. صافي هنايا دست انني نوجد الحويجات ديالي باش ندخل ندوش. صراحه ملي كان هكا كنخلي واحد الوقيته لراسي وكندخل هكا ندير الدوش ولا كنلبس بيجاما اللي تكون نقيه ولا كنحس براسي راشقه ليا وكيكون نهاري زوين. ضروري البنات ما نديوهاش غير في الشغل غير في الوليدات. هما تبارك الله وليداتنا راه نعمه من عند الله وشي حاجه اللي زوينه. واي حاجه درناها حنا كنديرها على قبلهم. يعني الا درنا شي حاجه عن حب حنا كنديروها وحنايا مرتاحين. ولكن ضروري نخليو واحد الوقيت وعلى الاقل واخا واحد السويعه ولا نص ساعه خليها هذيك حيديها على راسك. صافي هنايا دست البنات باش ندخل الدوش. الدراري البنات ما بغاوش يديروا هكا الكوتي. قالوا لي لا ماما قادين ديك الدجاج اللي تديرينه في الفران مع بطاطا كيجي البنات بنين. انا ديما كنشاركوا معاكم ملي كنقدو هكا كنبارطاجيه معاكم. كيجي بنين وفي نفس الوقت كيجي خفيف يعني ما كيكونش ثقيل هكا بليدام ولا ما كتكونش فيه هكا المريقه. كتاكليه واخا تعشي به كتنعسي وانتي خفيفه. صافي هنايا دست البنات كنت درتو هكا رقدتو في الشرموله ديالو قبل ما ندخل للدوش. درت ليها البنات البزار الملحه سكينجبير درت ازير ودرت شويه ديال التحميره. صافي هادشي اللي كاين والثومه. صافي كنخلي هكا البنات كيرقد في ديك العطريه حتى كنجي ندخلو الفران. هنايا شلطت هكا بصيله ودرت حتى بطاطا حتى هي درتها في نفس العطريه درتها. وصافي كنديرو هكا في المول وكندخلو الفران. صافي كنزيد عليه غير شويه ديال زويته بلديه وكندخلو الفران. شوفوا لي البنات كيف كيجي محمر وكيجي ناشف وكيجي بنين. كاين بزاف ديال الطرق كاين اللي كيدير فيه حتى دانون مسوس هكا كيرقدو حتى دانون مسوس. المهم انا هذه هي طريقتي كيجي زوين وكيجي بنين. هنا البنات كنت وصلت للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم حتى نتوما تنساونيش من التعاليق ديالكم. البنات راهم مهمين هما كيزيدوا يشجعوني. ولي لايك ولي يلاه شافت القناه ديالي مرحبا بها. واللي بغات تدخل عندي الانستغرام راني كنجاوب اي وحده كتصيفط ليا. لهلا خطيكم عليا كبيدات وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو جاي إن شاء الله.